ونايضة نايضة القربالة ما بين يونس وسارة. اليوم سمعنا سارة شدات مزيانة، عرفتوا الشخصية ديال سارة ماشي هي الشخصية ديال سميرة. الشخصية ديال سارة خايبة بزاف، صعيبة. هي أصلا مطلقة وسمحة في ولادها، علاش؟ لأن شخصيتها ماشي سهلة وتوحد ما يقدر يصبر لها. ولكن كين بعد شي رجال كيبغيو العيالات اللي كتكون عندهم شخصية قوية وصعيبة بزاف وحتى واحد ما يقدر يتحملها. المهم سميرة اليوم خرجت طول وعرض في يونس وقالت ليه جاتها بحال حست بالغيرة من واحد الأخت سميتها جات عندهم زينب. المهم هي قالت ليه ضروري خصك تعلن الخطوبة ديالنا رسميا قدام العالم كله، ماشي تخطبني خطوبة وتخليها مخبعة يعني سرية. قالت له ضروري تعلن الخطوبة ديالنا. ونايضة واحد القربالة بيناتهم ما نقولكمش إخواني. المهم قبل ما نخليكم مع الموضوع المهم، ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد كننزلوا في القناة فضلا وليس أمرا. كما قلت لكم يونس كان بعد ما خطبها وجاب ليها خاتم كيسوى الملايين، ماشي خاتم زعما عادي، خاتم اللي كيسوى الملايين، غالي بزاف. ولكن هي فرحتها ما كملاتش، الفرحة ديالها اللي بغات هي هو انه يعلن الخطوبة قدام العالم كله والعائلة كلها، وبالاخص هي بغات توصلها للسميرة. من بعد ما خرجت بواحد الفيديو كتهضر في العرض ديال شريفة ديال سميرة عفوا، وكتقول لها شكون اللي كيجمع الاولاد وشكون اللي كيحافظ على ولادو وشكون هو وشكون وشكون. انا بغيت نوجه واحد السؤال واحد لذاك خيتي اللي هي سريسرة، انت اللي كتعطيه في النصائح لسميرة، بغيت غير نعرف فين هما بناتك. انا كنعرف عندك جوج بنات، فين هما؟ علاش ما كاينينش معك؟ علاش انت ما حضناش عليهم؟ علاش انت ما كتربيهمش؟ علاش انت ما محافظاش عليهم؟ علاش وعلاش وعلاش؟ يلا، اولا الانسان ما خصوش يبقى يعطي النصائح للناس وهو محتاجهم لراسو بعدا. في دراسك بدك النصائح وسيري جمعي ولادك انت لراسك اللي سامحه فيهم، خليهم عباهم وجالسه كتطحي مع راجل مزوج، والله ينعل اللي ما يحشم، الله ينعل اللي ما يحشم في هذا رمضان. المهم اخواني نايضه قربالة كنتمنى ان شاء الله تقرب اكثر واكثر معهم. انا الصراحه هذيك خيتي ما كنحملهاش لانها دخلت بخيط كحل ما بين الزوج والزوجه وجلسه كتخيط به، لانك حسب لها هي كدير شي حاجه زوينه ومفيده، ولكن سمحي لي انت كتبقاي غير وسخ ما بين اللحم والظفر. سميره لك وتعطيك الطراش وتزيدك، راه ماشي بداك الخاتم اللي غادي يبان عندك القيمه. القيمه راه كتعطيها يعطيوها الناس لريوسهم ماشي الناس كيعطيوها لهم. المهم اخواني انا هكا وصلت نهايه الفيديو، نقول لكم الى اللقاء فيديو جديد.